متابعينا متابعي جريدة دستور، مساء الخير عليكم. معاكم هبة عويدة، مراسلة محافظة الإسكندرية. بنتابع معاكم النهاردة في اليوم 24 من غرق جثمان غرق شادي عبد الله غريق شاطئ النخيل. آخر التطورات اللي جدت في موضوع شادي، وآخر التطورات في عينة الدي ان ايه اللي تم تحليلها أو تم إرسالها للقاهرة، ولغاية دلوقتي مفيش جديد فيها. بنتابع معاكم باستمرار الجديد في قضية شادي أو في حادث غرق شادي اللي كان يوم 10 يوليو اللي فات. راح تحيته 11 فرد بشاطئ النخيل. تم انتشال 10 جسامين في خلال يوم أو يومين. في اليوم الثالث كان آخر جثمان اللي هو جثمان أيمن، فكان الجثمان العاشر، وفضل جثمان واحد هو جثمان شادي غريق شاطئ النخيل. لمدة 13 يوم تم البحث عن جثمان شادي. كان طبعا محافظ اسكندرية سيادة اللواء محمد الشريف حشد قوات الإنقاذ النهري وقوات البحرية المصرية، كمان كان في الغواصين المتطوعين، مجموعة كبيرة جدا من الغواصين المتطوعين كانت متواجدة في شاطئ النخيل منذ اليوم الأول. كل دوت عشان خاطر يبحثوا عن الجثمان. جثمان كان في مشكلة طبعا في خروجه، ان هو ما كانش معروف هو مكانه فين، ما تحددش مكانه، يا ترى هو بين الصخور اللي هي السبع حواجز اللي موجودين في شاطئ النخيل طبعا معروفين، ولا هو دخل في عرض البحر، ولا هو موجود في اي برك من البرك اللي متواجدة في شاطئ النخيل اللي هي برك القش، او زي ما في مكان كمان اسمه المقبرة في نفس البرك دي. طبعا تمشيط المكان كله تم لمدة 12 يوم بالظبط. في اليوم 13 فرق البحث وقفت البحث لأن البحر كان مرتفع جدا، ما كانش ينفع ان هو يتم اصلا البحث فيه. كان اللي بينزل من الغواصين من الانقاذ النهري او من الغواصين المتطوعين كان بيطلع متجرح طبعا من الصخر ومن شدة الموج من شدة التيارات المائية. ففي اليوم 13 ابتدوا ان هم يوقفوا البحث، مش عشان مش لاقيين الجثمان، لا، هو عشان خاطر هيستنوا كام يوم لغاية ما البحر يتم يعني يكون هدا شوية، او بيقولوا عليه ان هو اتعدل، عشان يبتدوا يدوروا مرة تانية. في اليوم في نفس اليوم اللي قرروا فيه فرق البحث ان هم يبطلوا او يوقفوا البحث او يأجلوا البحث، ظهر جثمان قذفته المياه لغاية الشاطئ في شاطئ النخيل من عند الحاجز الاول. الجثمان دوت طبعا اول حد شافه كان والد شادي، وهو اللي لمح الجثمان، عشان نبقى عارفين اول حد شايفه كان والد شادي. وطبعا جرى عليه في البيت، نزل معاه احد الغواصين وابتدوا ان هم يطلعوا الجثمان. للاسف ان هم اكتشفوا ان الجثمان مختلف المعالم او متغير المعالم، او زي ما بنقول غير مكتمل. كان الجثمان في حالة صعبة جدا. فطبعا كان الفيصل في ان اول حاجة قالها والد شادي ان ده مش ابني. طبعا اكيد هو هيرفض ان هو يشوف ابنه او يشوف جثمان بالشكل دوت، ان هو يقول ان هو ابني، فهو رفض ان هو يكون ابنه. لكن طبعا حكم العقل، وبعد طبعا الناس ما اتكلمت معاه، ان هو لازم يرجع لتحليل الدي ان ايه. ويوميها فعلا النيابة امرت بسحب عينة من الجثمان وسحب عينة من والد شادي ووالدته، عشان خاطر تبعت للمعامل في القاهرة عشان يتم تحليلها، وطبعا نشوف هو يا ترى هو الجثمان لشادي ولا لا. هنا بدات المشكله، ان من يوم 22 فبراير من يوم 22 يوليو ابتدت العينه توصل القاهره. يعني احنا بنتكلم ان احنا بقالنا اكتر من 10 ايام. العينه اول ما وصلت اول مره كانت اكتشفوا ان هي فسدت، او ان هي ما تعرفوش على البصمه الوراثيه فيها، فرجعت النيابة أمرت بعديها بكم يوم إن هي تاخد عينة تانية. بعد ما جم أخدوا عينة تانية طبعا لجثمان شادي والوالد ووالدته مرة تانية، العينة التانية سافرت القاهرة وبرضو قعدت كذا يوم. طبعا احنا دخلنا في أجازات، العينة اتأخرت لغاية دلوقتي العينة لسه
ظهرت. في برضو قرار النيابة ظهر النهاردة ان العينة التانية برضو ما تمش التعرف عليها هل هي لجثمان شادي ولا لا، عشان المشكلة الجثة كانت طالعة في حالة صعبة جدا، الانسجة بتاعتها كانت متأكلة، ما عرفوش ان هم يتعرفوا عليها. وده اللي حصل فيه مشكلة، ان طبعا ناس قاعدة على البحر بقالها 24 يوم النهاردة، الوالد والوالدة مش عارفين ده ابنهم ولا لا، مش عارفين يا ترى هينفع ان هم الغواصين يكملوا بحث في مياه البحر ولا لا. عايزين يطمنوا، عايزين يطمنوا هل ده جثمان ابنهم عشان يعني قلبهم يهدى ولا ده لا، وهم هيرجعوا يبحثوا تاني. فهي دي اللي كانت المشكله. وهي النهارده للاسف تم اعلانه، والد شادي ووالدته اعلنوا الاضراب عن الطعام. يعني هو بصراحه يعني حالتهم كانت صعبه جدا، واعلنوا ان هم الاضراب عن الطعام، ووالدته اغمى عليها على البحر عشان هم مش عارفين، برضو مش عارفين ده جثمان ابنهم، عايزين يطمنوا ولا في بحث تاني هيتم، هل الغواصين هينزلوا تاني. ده برضو اللي عرفناه النهارده من كابتن ايهاب الملحي وكابتن رأفت حمزه. كابتن ايهاب الملحي قال ان هو هيكون متواجد بكره ان شاء الله على شاطئ النخيل عشان خاطر يكملوا البحث تاني او يشوفوا النتيجة. يعني هو المفروض اخر قرار ان النتيجة تطلع، المفروض ان كانت النتيجة تطلع بكرة، لكن دلوقتي تعذر التعرف على الجثمان، فهم هيبتدوا بكرة يبحثوا تاني. يعني خدوا تصريح ان هم ينزلوا يدوروا تاني. طبعا دوت يعني جبر خواطر الاب والام اللي هم في حالة وحشة جدا. برضو المشكلة ان هم مش عارفين هل الجثمان اللي هناك ده جثمان شادي ولا لا. برضو دكتور رأفت حمزة الغواص احد الغواصين المتطوعين كان معانا النهاردة واتكلم وقال ان الجثمان ينفع ان احنا ندور عليه لمدة 40 يوم، لمدة 40 يوم ينفع الجثمان ان هو يظهر وممكن ان احنا نتعرف عليه. فعشان كده هما يعني هو طالب ان هو بسرعة اجراء التحليل الدي ان ايه، او بحالة تانية لو هما العينة اللي بتتاخد ما بتظهرش ان ذا جثمان شادي ولا لا، فهو طالب النهارده ان الجثمان كله يسافر للمعامل المركزيه في القاهره عشان يقدروا ان هم يبحثوا عن مكان يقدروا ياخدوا منه عينه سليمه، يقدروا ان هم يظهر منها التحليل اذا كان ده جثمان شادي غريق شاطئ النخيل ولا لا. ده كان اقتراحه، قال ان في القاهره المعامل المركزيه فيها اطباء على اكفى مستوى عالي جدا من الكفاءه في الطب الشرعي، يقدروا ان هم يحددوا المكان اللي ينفع يتاخد منه العينه. فهو كان الحل ان هو يسافر الجثمان كامل للقاهره. ده اللي هو اقترحه النهارده. هو بيتمنى ان الاقتراح ده يتنفذ عشان خاطر حاجه، النهارده اليوم ال 24، هو برضو عايز يقول ان احنا نلحق ان احنا نتأكد العينة موجودة ولا لا، لان احنا لازم نبحث لغاية اليوم الاربعين، يعني 40 يوم في البحر نقدر ان احنا نبحث، بعد كده مش هنقدر ان احنا نبحث اكتر من كده. كل الغواصين على فكرة المتطوعين هم متواجدين، تجمعوا امبارح برضو في شاطئ النخيل عشان يكونوا جنب والد ووالدة شادي، عايزين ان هم يفضلوا متواجدين جنبهم، عايزين يكبروا بخاطرهم، عايزين يعملوا لهم اللي هم عايزينه. والد شادي طلع في برضو الصبح وقال ان هو عايز اي حد ينجده، عايز ان هو يعرف ابنه موجود في البحر ولا هو اللي طلع من البحر، هل الدي ان ايه هيثبت ان هو ابنه ولا لا. كل دوت حاجات بتدور في دماغه. كل دوت هو في حالة طبعا صعبة جدا، والدته في حالة يعني يرثى لها، يعني مش بتاكل مش بتشرب، يغمى عليها كل شوية. كان الطلب من محافظة اسكندرية او من سيادة المحافظ محمد الشريف ان يخلي الغواصين يبتدوا ان هم يبحثوا تاني، وفعلا سيادة المحافظ وافق على الموضوع دوت وقال مفيش مشكلة بالبحث، بس احنا عايزين نتأكد ان هل العينة اللي تم تحليلها او هي موجودة في القاهرة هي بتاعت شادي ولا لا، وهل هنوصل لايه في موضوع تحليل الدي ان ايه.
تحليل دي ان ايه هو اللي كان الفيصل في ان احنا نعرف هل الجثمان لشادي ولا الجثمان تاني ممكن يكون غلق في اي وقت تاني. كان في نسبة كبيرة جدا بتقول ان الجثمان هو جثمان شادي، لكن دلوقتي النسبة ابتدت تقل بعد ما كان الغواصين بيقولوا ان احنا معنا نسبة من 80-90% ان ده جثمان شادي، لان مفيش اي محاضر تغير تم في الفترة دي، واي حد تم تسجيله ان هو كان موجود في البحر. لكن ابتدت دلوقتي الكلام يعني يكون في احتمالات تانية، او نقول مثلا 50% او 60%، لان الجثمان اتسحب منه مرتين عينة للدي ان ايه والعينة ما اثبتتش البصمة الوراثية، فمعنى كده ان ممكن يكون الجثمان مش جثمان شادي، وممكن برضو يكون هو يعني، بس احنا لسه ماشيين في خط اللي هو ان العينة تتسحب مرة تانية وتكون عينة سليمة. وبرضو احنا استمرار الغواصين يتابعوا معانا لحظة بلحظة، هيبقى معانا الدكتور رأفت حمزة، دكتور إيهاب، كابتن إيهاب الملحي، عشان خاطر يقولوا لنا ليه النسب بتقول إنه دلوقتي اتغيرت، ابتدت إن إحنا يكون معانا دلوقتي 50-50 إن إحنا ممكن يكون شادي وممكن لأ، ليه إن إحنا ممكن ندور في البحر لغاية 40 يوم مش قبل كده ومش بعد كده، ليه نقدر نقول الجثمان يقدر ينفع يطلع ولا ما ينفعش، يا ترى هو ممكن يكون اتحلل ولا ما اتحللش، الكلام ده كله إحنا بنتابعه معاكم لحظة بلحظة عشان نعرف ايه الحل في موضوع جثمان شادي. طبعا الموضوع بقى يعني حاز اهتمام شريحة كبيرة جدا من المواطنين، ما كانش كل الناس بتدعي لشادي ان ربنا يعني يخرجوا من باطن البحر او يردوا الاهل او عشان خاطر يدفنوه، كل دوت بيتم الفترة دي دعوات كتير جدا 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 لعيلة شادي والاهل شادي، والشادي ربنا يرحمه واخواته، لان هو العيلة فقدت 3 من اهلها من أسرتها، 3 شباب صغيرين 21 سنة و 19 سنة، وشادي 17 سنة. كل الناس بتدعي للشباب دي، وكل الناس بتدعي للناس اللي راحت في البحر الفترة اللي فاتت. عندنا عدد كبير جدا من الغرقة ماتوا الفترة اللي فاتت في البحر، حوالي أكتر من 22 واحد في اسكندرية في خلال شهر كانوا حالات غرق. فبنتمنى يعني ان ربنا يسهل في موضوع الدي ان ايه، يا ترى ان شاء الله العينه هتطلع، العينه الجديده هتطلع ان شاء الله بتثبت ان هي جثمان شادي ولا لا. الغواصين ان شاء الله هيكونوا متواجدين من بكره على البحر في شاطئ النخيل عشان يتم البحث مره تانية، هيشوفوا حاله البحر عامله ازاي، هيشوفوا خطط ان هم يقدروا ينزلوا فين ويقدروا ان هم يدوروا في انه مكان، الترجيحات اللي هو لسه موجوده ان هو يكون بين الصخور، بس برضو في ترجيح تاني ان احنا بنستنى نتيجه الدي ان ايه، ولغايه دلوقتي نتيجه الدي ان ايه ما طلعتش، لكن في احتمال ان هي تكون برضو جثمان شادي. فان شاء الله هنكون معاكم باستمرار، بكره ان شاء الله هيكون في رد على موضوع الدي ان ايه، هيكون برضو عندنا رد من الغواصين، هيكون عندنا هنطمن على حالة والد ووالدة شادي اللي هم أصلاً ابتدوا النهاردة ان هم يضربوا عن الطعام، ربنا يصبرهم يا رب. كل اللي بنطلبه من الناس ان هي تدعي لشادي، تدعي لأهله، ربنا يصبرهم وربنا يلهمهم الصبر، وان شاء الله يكون في جديد عندنا ان احنا نبلغكم بيه، ويكون جديد يريح قلب أهله ويريح قلب والده ووالدته. وإن شاء الله هنكون معاكم دايما. كنت معاكم أنا هبة عويضة، مراسلة اسكندرية في الدستور.